نجوم كرة القدم ومشاهير كرة القدم اللي بيشكلوا مصدر سعادة لعدد كبير جدا من السكان في العالم وفي السودان يا حسام. أكيد تحقيق سيطرة نيمار الذي تلعبه مع دي ماريا وأحداث الكلاسيكو الأخير بين مارسيليا وباريس سان جيرمان وكثير من العناوين العالمية، لكن وصلنا بكم الآن إلى ختام صباح الشروق. تقبلوا تحايا فريق العمل لهذا اليوم، يختتم منذر وأنا أستعد لأخذ لقطة سيلفي. شكرا منذر. شكرا حسام، وأكيد إن كان في العمر بقية سنلتقي وسنخبر العالم بأن السودان لا يزال بخير. إلى اللقاء. مع السلامة. شكرا لعز الدين في أجمل الألحان والأغنيات السودانية الجميلة. بريد عجنة تقدمني عديل وما بقدر الله ليلي ليل عجنا قدمني عديل وما بقدر الله.
جدعته قامت قامت ما تقدر الله ليلي 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 علي نوب يا شريكين ليلي ليلي علي محسي يا شريكين نوب يا بكي البنات فرحة فالتسجيل أنا بريد عجنة تنكتبني عديل وما بقدر الله ليلي ليل ليل